صدق. هروح للملف الخاص بحقوق الإنسان وما أثير من تصريحات اليوم بشأن زيارة أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لسجن العقرب، ويمكن سجن العقرب من السجون اللي دايما هناك شكاوى تتعلق بحقوق الإنسان ومراعاة المعايير الخاصة بحقوق الإنسان، وغالبا ما تأتي التقارير من المنظمات الدولية بأن حالة حقوق الإنسان في بعض السجون وتحديدا سجن العقرب تثير حالة من التساؤل الشديد. هنعرف تفاصيل هذه الزيارة الخاصة بأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى سجن العقرب من الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذة رشا. أهلا وسهلا. أهلا، مساء الخير عليك وعلى السادة المستمعين. أهلا وسهلا. عايزة أسأل حضرتك تفاصيل ما دار في هذه الزيارة قبل أن أعرض على حضرتك بعض التصريحات الصادرة عن الأستاذ جورج إسحاق. وأنا قبل ما أتكلم في الزيارة أنا عايز أشكر حضرتك على حلقة امبارح اللي كان فيها طعم تاني، مش بس كلام تاني. الله يخليك. أشكرك وبشكر فريق الإعداد. أشكرك. الحقيقة امبارح أمتعتينا بفرقة النهر الخالد، وكان في كم من المشاعر المتدفق والصادق من حضرتك، يعني عبرتي عليه بمشاعرك وعينيكي. الله يخليك. وسعدتينا كثيرا وبرضه وجعتينا كثيرا. هو المناسبة الحقيقة يعني حضرتك عارف الحاجات الوطنية دي بتوجعنا كلنا. أشكرك يا فندم، شكرا على حرص حضرتك على إبداء هذا. حلقة سابقة وصلت لقلوبنا يعني. الله يخليك يا دكتور، شهادة أعتز. بشكر حضرتك. شكرا جزيلا يا فندم. فيما يتعلق بزيارة سجن العقرب يا دكتور. هو الحقيقة طبعا احنا رحنا زيارة ما بالنا أكتر من 9 شهور تقريبا، ما زرناش أي مكان، وأنا فوقت التليفون من المجلس إنه في زيارة غدا بعد غدا لسجن العقرب. فطبعا تم التحضير إن احنا في عندنا 10 شكاوي من 10 مسجونين، سواء من على المستوى الإعلاني أو شكاوي رسمية. فطلبنا من حقوق الإنسان في وزارة الداخلية إنها تخطر مصلحة السجون والنيابة العامة برغبتنا في مقابلة يعني 10 سجناء. ولما رحنا الحقيقة ما قابلناش إلا 1 بس من 10، والتسعة التانيين يعني كان الرد إن دول مش في السجن ده أو في مستشفى السجن أو في محكمة أو هم مش موجودين الآن وهكذا. أو في سجن غير المصرح به بتصريح النيابة العامة، لأن تصريح النيابة العامة كان للعقرب 1 وفي حاجة تانية اسمها العقرب 2. دي تصريح يعني تسمية شائعة اسمها شديدة. طب ما كانوا وضحوا لحضراتكم إن في العقرب 1 والعقرب 2 عشان حضراتكم تقولوا لهم عايزين 1 و2 أو عايزين 1 أو عايزين 2. هو طبعا الناس اللي بتحضر للزيارة عارفة، لكن هم قالوا انه في ناس في مستشفى السجن، فانا طلبت ان اروح مستشفى الليمان مش مستشفى العقرب. فطبعا قالوا انه مش مسموح لانه تصريح النيابه فقط للعقرب رقم 1. في ناس تانية قالوا ان هم رفضوا يقابلوكوا. انا مش فاهم ازاي ممكن اهلهم يشتكوا وهم يرفضوا يقابلونا، ولكن دائما بيبقى الناس اللي احنا بنطلبها غالبا معظمها ما بيمشكوش، واحنا ما شفناش الا في الشكاوى من اصحاب الشكاوى الا الاستاذ محمد الجندي اللي كان هو مسجون هو وابنه، وكانت شكوته طبيه في المقام الاول، والحقيقه ان هو عنده مشكله في تجلط الدم وسبق اصابته جلطات لكن لم يصاب اثناء ما كان في السجن. ده كلامه ليا، وانا اوصيت ببعض الفحوصات الطبيه اللي لازم تتعمل له علشان نوع من الوقايه ما يحصلوش اي مكروه فيما بعد. طب حضراتكم قابلتوا الصحفي هشام جعفر لان زوجته كانت بتثير طول الوقت تساؤلات حول حالته الصحيه ومعايير حقوق الانسان المتعلقه بيه. انا بضربه كمثل لبعض الحالات. حقيقة الصحفي هشام جعفر منذ أكثر من 8 شهور اخترت إن هو عنده مشكلة في البروستاتا
وانا طلبت من اداره الخدمات الطبيه في السجون اللي نقله من مستشفى السجن الى مستشفى القصر العيني. ومكث في مستشفى القصر العيني يعني عدد طويل من الشهور، تقريبا 4 شهور. ثم اعادوه الى مستشفى ليمانتورا. وبعدين احنا فعلا طلبنا ان احنا نشوفه في المستشفى، وهم قالوا ان التصريح لا يسمح لكم بالذهاب الى مستشفى ليمانتورا. وجابوا لنا ناس تانية متطوعه يعني ان هي تقابلنا، هم قالوا كده انه دول وافقوا ان هم يقابلوكوا. احنا ما طلبناهمش. كان الدكتور محمد علي بشر والدكتور عبد الله شحاته والدكتور عصام الدين شمس وصحفي اسمه حسن القباني. وكل ممكن دول تقول لي حاله الدكتور عبد الله شحاته اللي هو كان الاستاذ بكليه الاقتصاد، طبعا هو كان من التيار الاخواني، لان دائما صفحات الاخوان تتحدث عن معاناته الصحيه وان هناك معايير خاصه بحقوق الانسان لا تطبق عليه وانه يلاقي الامرين كما تقول بعض صفحات الاخوان، لان احنا في النهايه محتاجين نتكلم بشفافيه. والله يا استاذه رشا بشفافيه شديده، هم لم يعني يذكروا اي شكوى وقالوا بالنص وكانهم بيتكلموا بلسان حال واحد. احنا ما عندناش مشكله مع اداره السجن، ولو عندنا مشكله نعرف نحلها. وانتوا مش يعني انتوا مش منتظرينكم علشان تيجوا تحلوا مشاكلنا، وانه انتوا معينين من سلطه انقلابيه واحنا لا نعترف بكم. ده تقريبا فهم بقى لما بيحبوا يكلموا المنظمات الدوليه، يستغيثوا بالمنظمات الدوليه. يعني لما يشتكوا للمنظمات الدولية أو حتى يشتكوا للمجلس، ولما نروح نقابلهم يرفضوا الكلام معانا. الحقيقة أنه كان ده لسان حالهم. طيب الأستاذ جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أسفل مقاطعة حضرتك قال إن هذه الزيارة هي زيارة بلا جدوى، وأننا سنقدم تقرير للسيد رئيس المجلس السيد محمد فايق لرفعه إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بأن هذه الزيارات دون جدوى، وأنه لابد من السماح بالزيارة بالإخطار وليس بالتصريح، وكفانا عبثا بهذا الملف. كيف تعلق على هذه التصريحات؟ الحقيقه ان انا اللي قلت الكلام للاستاذ جورج، قلت له ان احنا اذا كنا هنروح زيارات علشان في الاخر تبقى جدواها قليله وقد تكون معدومه، انا هعتذر عن اي زيارات فيما بعد. اذا ما كانش يتغير قانون المجلس وتصبح الزياره بالاخطار وبدون ترتيب، وان يكون المجلس له صلاحيات واسعة في الزيارة، احنا مش هنروح تاني. احنا مش كل ما هنطلب طلب يقول لك اصل النيابة ما سمحتش. دلوقتي الزيارة يعني تخضع لمرونة او صلابة الـ وزارة الداخلية. اذا كانت ترنة بتورينا اكثر من مكان، اذا كانت بتلتزم بالقانون بحذافيره بتدينا حسب تصريح النيابه. اذا المطلوب تعديل القانون وليس تغيير الاشخاص، وليس هناك مشكله بيننا وبين اداره السجون. صحيح. المشكله في القانون نفسه. ده بالعكس وتصريحات حضراتكم يمكن ان تفيد اجهزه الامن المصريه والدوله المصريه في ملف حقوق الانسان في الخارج، لان هذا الملف في حضرتك عارف طول الوقت هو الملف الرئيسي اللي بيتكلموا فيه، يقول لك في مشاكل عندكم. ما في زياره للرئيس الا ما يتم فيها فتح هذا الملف بشكل مزعج. والله يا استاذه رشا والله على ما اقوله شهيد، ان هم قالوا بالنص احنا ملناش مشكله مع اداره السجن، واحنا لو في مشكله نعرف نحلها. وفي نص الكلام كنت بساله يعني انت ما عندكش مشكله في الزياره؟ ما عنديش. ما عندكش مشكلة في الأكل؟ ما عنديش. ما عندكش مشكلة في الغرفة؟ ما عنديش. طب في سرير في أوضتك؟ فيه. يعني في نص الكلام، لكن إحنا مجمل الكلام إحنا ملناش، أنتوا مش هتحلوا لنا مشاكلنا، إحنا بنعرف نحل مشاكلنا مع إدارة السجن، فأصبحنا إحنا عوازل
واداره السجن هي اللي ايه اما اصل مش يعني حضراتكم متفقه معاها. المستهدفين المنظمات الدوليه عشان تقول لك بقى حاله حقوق الانسان في مصر فيها ايه وفيها ايه، وما بيكلموناش طبعا احنا، هم عارفين هم بيستغلوا انا ادواتهم ازاي. بستغرب يا استاذه ان انت لما تشتكي تكلم العالم او تشتكي يعني زوجاتهم في المجلس التوظيف واولادهم السياسي والاعلامي يا دكتور صلاح لبعض الامور، التوظيف السياسي والاعلامي هم يستغلون هذه الامور من هذه الوجهه. دكتور صلاح الحقيقه اتفضل يا فندم. الحقيقه طبعا يعني الاوفر فيو يستطيع من يسمع يعني النظره العامه، يعني من يسمع كلامي ويقرا التقرير اللي احنا عملناه، التقرير اللي كان على صفحة المجلس كان تقرير موجز، لكن في تقرير مفصل بالصور بصور المستندات اللي احنا شفناها والملفات اللي احنا شفناها يعني الزيارة كلها مش سلبية، فيها حاجات إيجابية. يعني ما فهمته من تصريحات الأستاذ جورج إسحاق إنها يعني ما فيهاش أي جدوى. لا يعني ليس منها الجدوى المرجوة. ليس منها الجدوى العليا، ليس منها الجدوى التي نريد تحقيقها. تمام لكن يا دكتور. ما لا يدرك كله لا يترك كله، لكن صحيح. الأفضل هو تغيير قانون المجلس ليصبح هناك للمجلس نفسه يعني كلمة في تحديد الموعد وبدون تحضير، وتكون في الزيارة ذات جدوى أفضل وتحقق يعني نوع. وهو ده الكلام الثاني الحقيقة فيما يتعلق بهذا الأمر. الأستاذ صلاح سلام عضو الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، شكرا يا فندم لمشاركة حضرتك، وأعتقد أن كلام الدكتور واضح ووضح الكثير من التساؤلات المطلوبة.